بحلول العام 2050 سيكون عدد البشر قد زاد 7 مليارات نسمة عما كان عليه قبل 100 عام، ليصبح ما يقارب 10 مليارات. من المتوقع أن يرافق هذا الانفجار السكاني مصاعب جمة ستضع البشرية أمام أزمات عديدة، أبرزها مشكلة تأمين الغذاء لهذا العدد الهائل والمتزايد من البشر. وفي حال عدم إيجاد حلول جذرية وسريعة، فسيواجه أغلب البشر مجاعات حقيقية. في مجال الزراعة ولحسن الحظ، تمكن العلماء والخبراء من تطوير تكنولوجيا زراعية قادرة على تأمين الغذاء النباتي بتكلفة أقل وبكميات أكبر. لقد توصلوا من خلال هذه التكنولوجيا إلى مضاعفة إنتاج المتر المربع من الأرض إلى ما يقارب 100 ضعف ما كان ينتجه المتر المربع في الزراعة المفتوحة، مع استخدام أقل للموارد الطبيعية من ماء وسماد بنسبة 100%. كذلك لإنتاج كمية مزروعات أكبر لن يكون هناك حاجة لمساحات أوسع. نعم، لقد تغيرت المعادلة الزراعية التي سادت منذ نشوء الزراعة. تكنولوجيا الزراعة المائية بدون تربة بأنواعها المتعددة الهايدروبونيك والأكوابونيك هي ثورة زراعية بكل ما تعنيه الكلمة، وها هي تصل إلى قطر لتساعد المستثمرين الزراعيين على تجاوز كل العقبات التي كانت تعيق هدفهم في تغطية احتياجات الأسواق من الخضار المحلية. تعد الزراعة في قطر من أصعب البيئات الزراعية على مستوى العالم. لا الأرض في قطر أرض زراعية، ولا المناخ مناسب، لأن عندنا إحنا معظم شهور السنة هي شهور حارة أو رطبة، وأهم شيء هي شحف المياه، فلا إحنا نمتلك المياه العذبة ولا نمتلك يعني موارد كبيرة للمياه الجوفية، فهذه عوامل كلها تعد معوقات للزراعة في البيئة القطرية. ولذلك كان الحل الأمثل هو التوجه للزراعة المائية الرأسية اللي تعتمد على أكياس الإنبات وتبريد الجذور كمعالجة لموضوع اللي هو نقص المياه. الزراعة المائية هي عبارة عن زراعة بدون تربة أو على تربة بديلة. الحين التربة البديلة ممكن تكون ألياف جوز الهند، ممكن تكون بيرلايت، ممكن تكون تربة بركانية، ممكن تكون الصوف الصخري. احنا هنا في المزرعة نستخدم ألياف جوز الهند. هذه المواد ميزتها الوحيدة ان هي تحافظ على المياه لأطول فترة ممكنة. عندنا في التربة الطبيعية هنالك عناصر مثل الحديد، الكالسيوم، البوتاسيوم، وهذه العناصر من كل متر إلى متر ثاني تختلف، فما نقدر نتحكم بكمية العناصر الموجودة في التربة الطبيعية. أما هذه التربة البديلة فهي خالية من كل العناصر، وإحنا نغذيها بالعناصر اللي يحتاجها النبات، فنعطي النبتة ما تحتاج سواء كانت من كالسيوم أو بوتاسيوم أو فوسفات أو حديد أو غيرها منها. كل نبتة لها احتياجات معينة، وتختلف الاحتياجات على عمر النبتة، على حالة النبتة إذا كانت مصابة بالأمراض أو خالية من الأمراض. فالأشياء هذه المهندس الزراعي أو الأجرونومس هو اللي حدد كمية استهلاك الأسمدة، أنواع الأسمدة وكمية استهلاك المياه. تسليط الضوء على الفروقات الكبيرة بين أسلوب الزراعة المفتوحة والزراعة المائية قد يوضح أكثر وجهة نظر الرواد الزراعيين الذين آمنوا بالفكرة وخاضوا غمار الاستثمار في هذا المجال. إحنا طبعاً بدأنا نشاطنا في 1995 حينما تم شراء المزرعة، ومن ثم طبعاً بدأنا في عملية التطوير. من البداية كان عندنا توجه ألا نستمر طبعاً في الزراعة التقليدية، يجب أن احنا ننتقل إلى أساليب أخرى بالنسبة للزراعة. لهالسبب بدأنا دراسات وأبحاث واتصالات، وبدأنا أول مجموعة من البيوت المحمية، ثم اتجهنا إلى استخدام الأنظمة الحديثة بالنسبة للزراعة واللي هي تعتمد على نظام الزراعة المائية اللي هي الهيدروبونيك في الأساس، وأدخلنا هذا النظام في قطر لأول مرة. مثل ما هو معلوم طبعاً إحنا الزراعة عندنا هنا طبعاً ليس في قطر، تقريباً في دول الخليج ككل
الزراعة موسمية توقف على الأجواء، لكن بالنسبة للبيوت المحمية طبعا هي مغلقة ومتحكم فيها، فبالتالي حتى المواد الكيميائية ما تستخدم إلا في حالات الضرورة وفق المعايير الدولية بالنسبة للبيوت المحمية. لكن بالنسبة للحقول المفتوحة مضطر أنك أنت تكثف فيها المبيدات على أساس القضاء على الآفات الزراعية فيها. الزراعة في البيوت المحمية كذلك رأسية، فتطلع بنت بالنبتة من مستوى الأرض إلى حوالي 2-3 أمتار فيها، فبالتالي هنا يعطيك غزارة أكثر بالنسبة للمنتج اللي ينتج في البيوت المحمية. وزيارة بسيطة لدول العالم المتقدمة في الزراعة راح نكتشف أن حتى في الدول اللي هي أصلاً عندها تربة زراعية غنية تتجه إلى الزراعة بالهيدروبونيك، لأنها فيها تحكم في العناصر الغذائية المعطاة للنبات في كل أطوار نموه. أنا أحسب كل نبتة كم عنصر غذائي قاعد أعطيها في مختلف أعمارها، يعني في مختلف عمرها، وحتى في الأخير جودتها نقدر نوديها المختبرات ونعاين الجودة. طبعا نظام الهيدروبونيك يوفر علينا يمكن 90% من استهلاك المياه، والمياه الزايدة نقوم احنا بإعادة تدويرها ونرد نرجع نستخدمها في زراعة مرة ثانية. المياه او الزراعة التقليدية استهلاك المياه يكون عالي، بما ان استهلاك المياه عالي فراح يكون استهلاك الأسمدة عالي في نفس الوقت، فالإنتاجية تتضاعف بشكل كبير، لأن الجذور تأخذ وقتها في امتصاص المياه وامتصاص العناصر الغذائية اللي تحتاجها، يعطينا جودة عالية مقارنة بالزراعة التقليدية. احنا هني بشكل شخصي ما نقوم برش المبيدات الحشرية، نستخدم مكافحة حيوية أو بيولوجية، نقوم باستيراد حشرات نافعة تقوم بدورها مكافحة الأمراض أو بالتغذي على الحشرات الضارة اللي موجودة في النبات. أهم نقطة يمكن في زراعة الخضار أنها تكون خالية من أي كيماويات، أي مواد حافظة، فيعني نقدر احنا نقطف الثمرة وناكلها من الشجر على طول. هذه مستقبل الزراعة، في كل متر مربع محسوب بالضبط كم عدد العمالة اللي نحتاج لها. على سبيل المثال في الطماط نحتاج كل 1000 متر نحتاج إلى عامل واحد، في بمقابل الزراعة المفتوحة يمكن نحتاج إلى عاملين. بسبب ارتفاع درجات الحرارة فإن إنتاج الخضار طوال العام ودون انقطاع يتطلب وجود نظام تبريد للبيوت الخضراء، ما يعني زيادة تكلفة استهلاك الكهرباء، ولكن القائمين على هذا النوع من الزراعة وجدوا طرقاً للزراعة المائية بدون تبريد وبكلفة أقل. إلى اليوم بعض المزارع ما وصلت لها الكهرباء بما فيها مزرعة الواحة، فاتجهنا إلى البيوت الشبكية المحمية، لكن هذه البيوت تحديداً عندها قابلية للتحويل إلى مبردة مع استثمار إضافي نقارنه بالعوائد المالية للتبريد، لأن التبريد راح يضيف لي تقريباً 2 شهر في السنة، فهل هذه 2 شهر يستحقون مني أن أنا أدفع فيها مصاريف أني أنا أحول البيوت إلى مبردة، أم أكتفي أنها تكون شبكية؟ تقريباً التوقيت في الزراعة بالنسبة للنظامين تقريباً واحد، وإن كانت شبكية أقل تكلفة من البيوت البلاستيكية، لكن لما تبدأ الحرارة تطلع هنا يتم التوقف في بعض الأصناف في البيوت الشبكية، فنضطر أن احنا يعني نعتمد على البيوت المبردة.
يبدو أن قطاع الزراعة يعمل على تطوير نفسه بشكل مستمر بما يتناسب مع الظروف البيئية. نوع جديد من البيوت الخضراء ذات مواصفات اقتصادية بدأت تصنع محلياً. طبعاً احنا في البداية يوم بدأنا في الزراعة في 2010 كنا نستورد البيوت المحمية من دول شهيرة بصناعة البيوت المحمية. بعد 3-4 سنوات من تجارب هذه البيوت من 3 دول مختلفة شفنا أن البيوت لا تصلح لمناخنا في قطر، فقمنا بإنشاء مصنع لصناعة البيوت المحمية. غيرنا في مواصفات البيوت من حديد وبلاستيك ونظام تبريد ونظام تظليل، وقمنا بصناعة بيوت ملائمة للمناخ القطري، حطينا فيها مواصفات ومقاييس قطرية وأخذنا عليها براءة اختراع للحمد لله. وهذه واحد من الأنظمة احنا نسميه الاي ستاند، نقوم باستغلال المساحة بين بيتين محميين مبردين، الهواء الزايد من هذه البيوت يبرد المنطقة اللي في النص اللي احنا فيها، والمياه الزايدة داخل هذه البيوت اللي نجمعها نستخدمها في زراعة هذه المنطقة، والمخلفات المزرعة بالكامل نحولها إلى تربة زراعية صالحة للزراعة، ونرد نزرع فيها أصناف مختلفة مثل الورقيات، الملفوف، الزهرة وغيرها من الدرنيات أو النباتات القصيرة. قليل من الإحصاءات عن بعض مزارع قطر قد تعطينا فكرة عن كم ونوع المنتجات المحلية من محاصيل الخضار. أسلوب جديد من أساليب الزراعة الحديثة بدأت بعض المزارع بتجربته، أطلق عليه اسم الأكوابونيك، وهو نظام الزراعة في الماء مباشرة بدون تربة بديلة. تقريباً هذا النظام شبيه لهذاك، ولكن هنا بدون وسائط للزراعة، هو الزراعة مباشرة على الماء، واللي هو طبعاً عبارة عن غذاء مع الماء، يكون متحرك يعطي النبتة احتياجاتها من الغذاء، وينزل إلى الخزان ويتعقم ويرجع مرة ثانية. فهنا طبعاً هذا النظام تقريباً تكلفته أقل من هذاك النظام، لأن ما فيش وسائط اللي ينزرع فيها اللي تكون مكلفة أكثر. في نفس الوقت طبعاً بالنسبة لسلامة الغذاء بالأسلوب هذه طبعاً هو أفضل، لأن الزراعة طبعاً في التربة يشوبها كثير من الآفات. هذا النظام طبعا هو فقط لأنواع معينة،
اللي هو كل أنواع الخس والورقيات، وممكن طبعاً زراعة الخضروات بترتيبات معينة تكون فيه. الجمع بين تربية الأسماك والزراعة المائية أحد الأنظمة التي باتت تطبق في بعض المزارع، حيث يتم بآلية معينة تحويل فضلات الأسماك إلى أسمدة. عندنا هذا خزان الأسماك، احنا نستخدم سمك البلطي أو أي سمك يعيش على المياه الحلوة، ممكن يكون البلطي أو يكون الشبوط أو غيره أو الكارب. هذا الحجم يسع تقريباً 500 سمكة. الأسماك بعد ما تتغذى يكون هنالك فضلات مصاحبة في المياه. عندنا الماء الصافي من خزان الأسماك يجي على هذا الأنبوب إلى الخزان الثاني. الخزان الثاني عبارة عن فلتر للشوائب الصلبة، تنزل أسمدة أو سماد السمك ينزل في قاع الخزان ونضخها إلى خزان منفصل، نستخدم هذه الأسمدة في زراعة الفواكه أو الأشجار الثانية مثل النخل وغيرها. هذا الخزان فيه بكتيريا حية، البكتيريا الحية تعيش على المكونات البلاستيكية هذه، ولكن تتغذى على الأمونيا، فهي لما تتغذى على الأمونيا تحول الأمونيا إلى نيترات، واللي هو يعتبر غذاء للأسماك. ففي المرحلة النهائية يطلع الماء صافي، يكون خالي من الأمونيا وغني بالأسمدة أو العناصر الغذائية اللي يتغذى عليها النبات. فمن هني يتحول على الأنظمة من نظام اللي شفناه الدي دبليو سي أو الـ NFT أو الزراعة الداخلية اللي هي زراعة على الإضاءة. يقال إن الزراعة الداخلية هي مستقبل الزراعة في العالم، فهل فعلاً من الممكن الاستغناء عن أشعة الشمس كما تم الاستغناء عن التربة؟ صار لنا إحنا الحين أكثر من 3 سنوات ندرس هذه الطريقة من الزراعة، والحمد لله يعني في السنة الأخيرة كانت في نتائج مبهرة، وراح نطبقها على مساحات أكبر على إن شاء الله بداية 2021. مكان مغلق بالكامل، درجة حرارة نتحكم فيها بسهولة، رطوبة نتحكم فيها بسهولة، وإنتاج وفير، لأن إحنا بدال ما نزرع في مساحات مسطحة نزرع في مساحات عالية، مساحات فيرتيكال. فإذا على سبيل المثال كان عندنا 10 طبقات، 1000 متر مربع يعادل عن 10,000 متر مربع. يعتبر الفطر من أكثر أنواع الخضروات المستوردة، في الوقت الراهن تتم زراعته محلياً وبكميات كبيرة. هذه منطقة لزراعة المشروم أو الفطر. هذه غرفة واحدة تقريباً 360 متر، يصل إنتاجها في المرحلة تقريباً 30 طن من الفطر. وهذه زراعة مثل ما تشوفين زراعة مغلقة، لا تتحكم فيها الأجواء الخارجية، وإحنا نتحكم في درجات الحرارة والرطوبة والإضاءة. والفطر عادة غير لا يحتاج إلى الإضاءة، أما الإضاءة هي فقط للحصاد. الفطر يعتمد اعتماد كلي على الكومبوست أو تربة الفطر نفسه. الكومبوست عبارة عن قش الشعير وزبل، يا ما زبل دجاج أو زبل خيل، وجب زراعي، وينخلط بطريقة معينة ويتخمر لمدة معينة ويكون جاهز. ينخلط معاه السبون اللي هو مثل بذرة الفطر، هي عبارة عن فطريات. احنا عندنا 8 بيوت، ال8 بيوت تعطينا 1500 كيلو يوميا من المشروم. على المرحلة الثانية مع التوسع لما نصير 24 غرفة راح نوصل إلى تقريباً 6 طن، 6000 كيلو يومياً من إنتاج الفطر. 90% من إنتاجنا هو الفطر الأبيض، عندنا 10% الفطر البني والبورتابيلو، وبعدين في اللي هو الإكزوتيك مشروم، في عندنا شوية من الشتاكي أو الأويستر أو الكينج مشروم.
التربة حاليا يتم استيرادها، لكن احنا في صدد انشاء مصنع لصناعة الكومبوست. طبعا بعض الحصاد احنا نعبي الفطر في عبوات 250 جرام او 400 جرام، عبوات بلاستيكية فود سيرتيفاي، طاقة التعبئة تقريبا حاليا 1500 كيلو يوميا، الطاقة القصوى 6000 كيلو في اليوم. التخلص من مخلفات المزارع هو عبء اقتصادي وبيئي على الدولة، لذلك بدأت بعض المزارع بإعادة تدويرها وتحويلها إلى مواد زراعية ذات قيمة تسهم في الحد من التلوث البيئي وإنتاج محاصيل نظيفة، حيث يتم معالجة المخلفات بطريقة معينة لتتحول إلى تربة غنية بالأسمدة العضوية. في مجال القطاع الزراعي تعمل وزارة البلدية منذ سنوات على تشجيع المستثمرين على الاستثمار في مجال الزراعة المائية بهدف تحقيق رؤية قطر في تحقيق الأمن الغذائي والحد من الواردات دون المساس بالموارد الطبيعية للبلاد، ما سيوفر منتجات نباتية آمنة وصحية وخالية من التلوث وبأسعار زهيدة.